الاهلي وليد ازارو اللي بحييه النهارده. وليد كالعاده الاداء الرائع والمميز والاخلاص الكبير اللي بتاديه وليد. قول لي النهارده الجيم، كنت متوقع ان الجيم النهارده يبقى بالشكل ده، يجي فينا هدف ومباراه تروح وتيجي، ولا كنت شايف الجيم ازاي؟ بالنسبه لنا حاولنا احنا نحققوا المبدا ديالنا هو الفوز باش نتصدروا المجموعه. كما كيعرف الجميع هو كثر الماتش الواحد عيان. الحمد لله حققنا المبجغة ديالنا. كنبغي نشكر اللاعبين اللي قدموا احسن مستوى برغم العياء، وكنبغي نشكر الجمهور اللي ساندنا في هذه المقابلة، وكان السند ديالنا باش اننا نحققوا واحد ثلاثة النقاط ونتصدروا المجموعة ديالنا. الاهداف اللي بتحطها وبتحرزها ده بيديك ثقة كبيرة، وبترجع لجمهور النادي الاهلي كمان بيأثر بشكل كبير وليد ازارو، وبتشوف الاصرار الكبير واحرازك الاهداف ده بيرجع ليه يا وليد؟ بالنسبة لي انا الاهداف اللي كنحرزها حاجة باش نساند اللاعبين ديالي، ماشي ليا انا، ولكن بالنسبة للفريق ديالي. كنحاول ان نقدم احسن ما عندي باش نريح صحابي ونحققوا المبجغة ديالنا، اللي هو في الاخير حنا كنلعبوا النادي الاهلي، ما كنلعبوش كل واحد راسه، كلنا مجموعه، واي واحد ماركه راه هذاك هو المبتغى ديالنا. اخيرا بتشوف الجمهور ازاي، رسالتك ليه، وبتشوف الفتره اللي جايه في مباراه البطوله الافريقيه اللي ان شاء الله تكون من نصيبنا وليد؟ وبالنسبه للجمهور كنقول لهم نحاولوا نساندونا باش اننا نحققوا المبتغى ديالنا، اللي هو ان شاء الله كاس افريقيا هذه السنه هذه ان شاء الله. بنشكر اكيد كابتن سيد وليد ازارو اللي بيأدي اداء اكثر من رائع مع فريق النادي الاهلي، اداء مميز، اداء رائع كالعاده. النادي الاهلي ان شاء الله باذن الله تكون البطوله الافريقيه من نصيب النادي الاهلي. مستمرين معاكم كل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان عقب الفوز الرائع والمميز لفريق النادي الاهلي.